شاركتم معنا مشاهدينا الكرام، اشتركوا معنا بالضغط على الزر الأحمر وضغطوا على الجرس ليصلكم الجديد من فيديوهاتنا على هذه الطريقة. اضغطوا اللايك إذا أعجبكم الفيديو هذا فضلا وليس أمرا، واضغطوا على الشير لمشاركة الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم. السلام عليكم ورحمة الله. الحلقة ديال اليوم هي من إحدى وصفاتي اللي بزاف ديال الناس تكلموا عليها وكتبوا معايا وقالوا لي أنهم الحمد لله بإذن الله وشفاء من الله أنها فتهم، والحمد لله على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. وصفة هذه هي عبارة عن شاي، أسهل ما يكون، يعني واحد الشيء اللي هو موجود في البيت ممكن كنا نستعمله في أشياء كثيرة، إلا أننا ما كنستعملوهش كشاي في المغرب. كيف البلدان العربية هذا الشاي موجود، وهذا الشاي معروف أكثر من الشاي الأخضر وأكثر من الشاي بالنعناع، ولكن إحنا ما كنديروهش بزاف، كنديروه كفائدة طبية علاجية فقط الوقت دياله. إذن لنعرف أولا باليانسون. اليانسون هو من أحد أقدم أنواع التوابل اللي عرفها الإنسان واللي استخدمها في مختلف المجالات الطبية. شاي اليانسون هو من المصادر العلاجية اللي كتساهم في عمليات إخراج البلغم، ومغني اليانسون كيساهم في علاج مشاكل الهضم. فهناك العديد من المنتوجات الطبية المصنوعة من اليانسون، مثل مشروبات طبية كتساعدنا أو أقراص طبية كتساعدنا أننا نهضموا الأكل، أو كتساعدنا في مشاكل اللي كتكون عندنا ديال الهضم. فمن الأفضل الإنسان يأخذ الشيء الطبيعي. إذا قلنا أنه من المشروبات الساخنة التي تعمل على تسكين المغص المعوي للكبار والصغار وايضا الرضع. فحنايا ما كننساوش اننا الدراري ملي كيكون تاهما صغار كيكون عندهم واحد المغص معوي وكيكون عندهم القبض ايضا. فعشبة اليانسون كتلعب واحد الدور مهم للرضع ايضا. اذا هو العلاج الاول في طرد الغازات من الجسم، ونضيف ايضا انه كيتعتبر عاملا مهما جدا في عمليه حرق الدهون والسعرات الحراريه. اذا السعرات الحراريه المتراكمه في جسمنا مما يساعد في تقليل الوزن بشكل سريع. اليانسون كيتعتبر من المسكنات وكيتعتبر المصدر الاول لطرد الغازات، وايضا كيحرق الدهون وكينقي الجسم ديالنا من السموم. فهاد العشبة او هاد التوابل هادي كنستعملوها في اشياء كثيرة كثيرة. هو كيساعد ايضا في حرق الدهون وانقاص الوزن بشكل سريع جدا اذا داوبنا على الشرب ديال هاد الشاي هذا، كما انه كيخلص الجسم ديالنا من فضلات الطعام والسموم اللي كتكون متراكمة عندنا في الجسم ديالنا، وكيعمل على تنظيف الكبد وضر البول. هذا الشيء اللي هو ايضا بالنسبه لضر البول، فضر البول كيحيي المياه الموجوده في الجسم ديالنا اللي كتكون هي السبب ايضا في زياده الوزن ديالنا. اذا بعض الاحيان الانسان كيقول انا عندي بطن او عندي كرش كبير، اذا عندي شحوم متراكمه في منطقه البطن، الى انه هاد الخاصيه هذه غلط، لان بعض الاحيان فعلا كتكون الشحوم في منطقه البطن، ولكن ايضا بعض الاحيان كتكون عندنا غازات كثيره اللي كتجعل البطن ديالنا منتفخ انتفاخ اكثر من الشحوم، يعني انتفاخ مرافق للالام واوجاع. اذا غادي ندوزو باش نوجدو هاد الشاي ديالنا اللي هو سهل جدا. كنحتاجو ملعقتين كبار من اليانسون، من حبه اليانسون. كاين اليانسون حنا بالنسبه للمغرب عندنا اليانسون بلدي، عندنا اليانسون رومي، كاين اللي كيسميه الكمون الحلو، كاين اللي كيسميه النبته الحلوه، كل واحد اش كيسميه. حنا كنسميوه في المغرب النافع، وفي باقي البلدان العربية كيسميوه باليانسون. إذا نقوم نعدلو الشاي ديالنا ونشربوه في هذا المساء إن شاء الله، وينزلنا بعض الفضلات الطعام اللي خديناها في هذا اليوم.
اذا الطريقه ديالو هو انا عندي هذه ديال القهوه، ولكن ممكن تستعملوا المصفات عاديه يعني تعملوه في الكاس، الا انا غادي نضيف لكم واحد الميزه هي واحد السر في الاعداد ديال الشاي. اذا كنعملوا انا عندي منقي مغسول ومنشف، كنعملوا بهذا الشكل، هذا ملعقه ملعقتين كبار بهذا الشكل. هذا جبت الماء السخن ديالي، غادي نديرو تقريبا كاس ديال العنيبه فقط، غادي كنغطيوه. اذا ما كانش عندكم بحال هذا الشكل هذا ديال المصفات وتغطيوه بطبسيل او صحن، الا ما كانش عندكم هذا المصفات بحال هذه كنديروه هنا، كنديروا اليانسون ديالنا وكنغطيوه بهذا الشكل، لان الغازات المتطايره منه فهي اللي كتكون نافعه جدا. اذا عزيزاتي حبيباتي اعزائي المشاهدين الكرام، كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. اذا الشاي ديال اليانسون، اذا الشاي ديال اليانسون ديالنا ها هو دوجر بعد ربع ساعه من اللي خليناه كيختمر، يعني عمليه الاختمار ديالو كل يعني ما ضلت، انا قلت لكم ربع ساعه هي المينيموم يعني باش يكون الوقت هو هذاك. اذا ممكن تخليوه حتى نصف ساعه، ولكن هي ربع ساعه كافيه. من بعد ربع ساعه كنعملوه في الكاس ديالنا بهذا الشكل، هذا كيجي رائع. فانا عملت تقريبا كاس الماء ديال العنيبه، عملت كاس ديال العنيبه بهذا الشكل هذا. اذا كتشوفوا اللون ديالو ما شاء الله كانه شيء اخضر، ولكن هو شاي اليانسون. بسم الله ما شاء الله، مذاق رائع جدا. كاين الناس اللي متعودين عليه في العالم العربي، متعودين على الشرب ديالو مثل الشاي الاخضر. انا بنتي بيدها كيعجبها، فهي غير شافته فهي كتمد يدها، فهو صدقوا هائل هائل جدا. بس نعم نديروا لها شويه في البيبره ديالها. جن درت لها شويه هنا في الرضاعه، يعني ممكن حتى الرضاع ياخذوه، وحتى الا كانوا كيعانوا من القبض فهو كيساعد في مشكله القبض. كنتمنى الحلقه ديال اليوم تكون فاتكم، كنتمنى ان شاء الله الوصفات كلها تكون كتفيدكم، كنتمنى تكونوا متابعينا الكرام معجبين بالقناه بما اقدمه لكم. اذا اترككم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله، في امان الله.